بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. جرير بن عبد الله رضي الله عنه رواه تسكي فينبرئ الله صلى الله عليه وسلم. ما فرمويت حسيهي بمردم رحم نميكند الله تعالى بو رحم دخوهتا. جرير بن عبد الله رضي الله عنه reported that the Prophet صلى الله عليه وسلم said he who does not show mercy to people, Allah will not show mercy to him. جرير بن عبد الله ده بيقول ده ان الله في رضاك فصلني كالله ده بجسلايته هو الله يكرمك ويت كذا. Кто не милостив к людям, не будет милостив и Аллах. جرير بن عبد الله رضي الله عنه ده فولا روايه اللي نجري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بالنسبه كم انسان مرا مرحمت اتمس يدا مرحمت قستمس الله ده انا مرحمت قستمس. السلام عليكم ورحمه الله.